لم تختفي هذه المشاهد والصور من ذاكرة أصحاب المحال، إذ لا زالت شواهد الحرق والأضرار شاهدة في كل صباح ومساء على وجوه أصحاب المحال التجارية في ساحة الحبوبي. هذه الساحة تنتظر حملة أعمار، حيث يأمل المتضررون بمنحة مالية من قبل رئيس الوزراء. نحن كأصحاب محال تجارية في مدينة الناصرية، خصوصا في سنتر ساحة الحبوبي، نطالب حكومة الكاظمي بتعويضنا بمبالغ بعد أحداث تشرين، ثورة مظاهرات حدثت في مدينة الناصرة وكان مركزها هو ساحة الحبوبي. احنا نعول على المحال ورزقنا عليها. حكومة ذي قار وعدت بحملة محلية تنتشل الواقع المأساوي لساحة الحبوبي التي كانت وما تزال تجمع الذقاريين بمسيراتهم واحتفالاتهم وتظاهراتهم عبر سنين طوال. احنا يعني بمجرد ان تم افتتاح ساحة الحبوبي نزلنا إلى ساحة الحبوبي وأصدرنا أوامرنا بشكل صريح وواضح لكل الجهد البلدي أن يباشر عملية التنظيف وبناء ما يراه مناسبا وترميم ما يراه مناسب من أجل أن ترجع ساحة الحبوبي إلى عهد إلى سابق عهدها، يعني مزدانة وجميلة وهي ملتقى لكل الطيبين. عدد إكساء وتبليط كافة المقتربات للساحة بمساحة 55,000 متر مربع تمت المباشرة، وسيكون الإنجاز سريعا إن شاء الله بإعادة تنظيم الأسواق المحيطة. كما هناك جهد ذاتي لبلدية الناصرية بإعادة تنظيم الحدائق الموجودة في ساحة الحبوبي. ومع تأمل أصحاب المحال التجارية شاطرهم والأهالي هنا بالتأمل بوصول دفعة مالية لتنتشر واقع المحافظة المرير الذي وقعت بها منذ أكثر من سنتين. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.